بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني من التعليق على كتاب حوادث السنين النبوية، وقد وصلنا إلى قول المؤلف: ثم أتت حليمة السعدية بنت أبي ذؤيب المرضية. يعني أنه بعد أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعته أمه ثم أرضعته ذويبة، جاءت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، أي المنسوبة إلى بني سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضرة بن نزار بن معد بن عدنان. جاءت مع نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسن الرضعاء من أهل مكة، ومعها زوجها الحارث بن عبد العزى، وكانت معهما أتان وشارف، أي ناقة مسنة. وما من امرأة من تلك النسوة كما حدثت حليمة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبى عنه، وذلك أنهن إنما خرجن يلتمسن البر والصلة من أهل الطفل، فإذا أخبرن بأن الطفل يتيم قلن: ماذا عسى أن تصنع أمه وجده؟ وما من امرأة من تلك النسوة إلا أخذت طفلا، وتأخرت حليمة فلم تجد ما تأخذه، فلما أرادت القفول قالت: والله إني لأكره أن أعود وليس معي صبي، والله لأخرجن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قالت ذلك لزوجها فقال: ما عليك ألا تفعلي. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت به. قالت: فلما أعطيته ثديي أقبل عليه ثديي بما شاء من اللبن حتى روي، وروي أخوه ابنها هي الذي أرضعت به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا قبل ذلك لا ينامون من بكاء الصبي، ليس في ثدي أمه ما يشبعه ولا في ناقته. ثم قام زوجها إلى الشارف، أي الناقة، فوجدها قد أسبل ضرعها باللبن وحلب منها لبنا كثيرا، شربوا منه حتى رو. فقال لحليمة: تعلمين يا حليمة، والله لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: والله إني لأرجو ذلك. ثم ركبت حمارتها وخرجت مع النسوة وهن قافلات إلى أرض بني سعد بن بكر، وكانت حمارتها في جهد وضعف شديد، تأخرت في ذهابها إلى مكة، فلما ركبها النبي صلى الله عليه وسلم أسرعت وتقدمت أمام الركب، فصار النسوة يقولن لحليمة: اربعي علينا ابنة ذؤيب، أليست هذه أتانك التي خرجت عليها؟ فتقول: والله إنها لهي، لكن هي الآن تحمل نبيا مباركا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قالت حليمة: وقدمنا بلاد بني سعد بن بكر، والله ما أعلم مكانا في الأرض أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي سمانا لبنا، فنحلب منها ما نشاء ونرتوي، وما يحلب الناس قطرة لبن، حتى إن الناس كانوا يقولون لرعيانهم: ويحكم، اسرحوا حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب.
اسرحوا حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب. ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم معها حتى فصلته، وأخبرت أنه كان يشب شبابا لا يشبه الولدان، كان نموه أسرع من نمو الأطفال العاديين. لم يبلغ سنتين حتى أصبح غلاما جفرا قويا كما أخبرت هي نفسها. ثم قدمت به على أمه، وهي حريصة على أن تردها، على أن ترده معها لما رأت من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تزل بها حتى ردته معها وبقي عندها حتى شق صدره. فلما شق صدره صلى الله عليه وسلم خافت حليمة عليه فردته لأمه ردا نهائيا كما سيأتي. قال: ثم أتت حليمة السعدية بنت أبي ذؤيب المرضية نور الهدى ياقوتة الأكوان، يقودها زمام الامتنان. أي أتت نور الهدى وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو للكون بمنزلة الياقوتة في حسنه وبهجته ومكانته صلى الله عليه وسلم، يقودها زمام الامتنان، أي امتنان الله تعالى، أي نعمته عليها بأن فضلها على بقية النسوة بأن تكون مرضعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن تكون مرضعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحملته مكرما، حملته معها مكرما، ولبث خمسا كما صححه من بحث. لبث معها خمس سنين، ردته أولا عندما أكمل سنتين وهي حريصة على أن يرجع معها لما رأت من بركته، ثم بعد ذلك لما شق صدره ردته إلى أمه. قال: خمسا كما صححه من بحث في قومها. وشق صدر السامي، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عامين وسدس عام، وهذا الشطر الثاني أيضا من قرة الأبصار استعان به. قال اللمطي رحمه الله تعالى: وشق صدر أكرم الأنامي وهو ابن عامين وسدس عام. وسدس العام شهران، سدس العام شهران، أي وهو ابن عامين وشهرين. وحديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيح، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك بن النضر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ضئره، أي إلى حليمة، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: فكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في وقت شق الصدر في وقت شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في صباه، فقيل لعامين وشهرين كما ذكر المؤلف هنا، وقيل لخمسة أعوام، وهذا يوافق ما ذكر من أنه أقام عند حليمة خمس سنين، وأنها إنما ردته بسبب شق صدره. ثم قال: وكان في ذا العام ميلاد أبي بكر إمام الأمة المهذب، يعني أنه بعد مرور سنتين وأشهر من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أي في السنة الثالثة من عمره صلى الله عليه وسلم، ولد الإمام أبو بكر الصديق، وهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، الخليفة الراشد وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان طه سيد الكونين
أسن من عثمان ذي النورين بستة تترى من الأعوام. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسن أكبر في السن من عثمان ذي النورين بستة أعوام. عثمان هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أمه أروى بنت كريز، لقب ذا النورين لأنه حصل له الشرف بصهارة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفيت عنده خطب بعدها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخرى وهي أم كلثوم، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم إياها. ولم يحصل الشرف بتعدد صهارة النبي صلى الله عليه وسلم لرجل غير عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وأما من النساء فقد حصل ذلك لامرأة لم تدرك الإسلام وهي هند بنت عوف الحميرية، هي أم اثنتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهما زينب بنت خزيمة وأختها ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنهما. إذن أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسن من عثمان بستة أعوام، ستة تتراء أي ستة متتابعة. تتراء اسم، وقد يظن بعض المبتدئين أنها فعل، وليست كذلك، وقد نونها أبو عمرو ثم أرسلنا رسلنا تترا بالتنوين، فهي اسم وليست بفعل. بستة تتراء من الأعوام. وكان مولد الأبر السامي أبي الفتوح قبل بعث المصطفى بلام أعوام وفيه اختلف. يعني أن مولد أبي الفتوح لقب لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رجاح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب. لقب أبا الفتوح لكثرة الفتوح الإسلامية التي وقعت في خلافته الراشدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان مولده وعمر النبي صلى الله عليه وسلم لام أعوام. اللام بحساب الجمل عشرون، اللام بحساب الجمل عشرون، أي أن عمر بن الخطاب ولد وعمر النبي صلى الله عليه وسلم عشرون سنة. واختلف في هذا الأمر، أي ليس هذا مما اتفق عليه، بل هذا القول الذي صدر به ليس هو المشهور، فالمشهور هو القول الذي ذكره بعد ذلك بقوله وقيل من بعد 13. الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولد وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 13، وذلك لأن العلماء قالوا إن الخلفاء الراشدين ما عدا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أعمارهم مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه عاش 63، وعمر بن الخطاب عاش 63، وعلي بن أبي طالب عاش 63، وأما عثمان فقد عاش 82 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته في الحديث: ووضع التاريخ لما كذبا ذووه حتى بان لما حسبا، فاستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق 63. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي كلهم عاش 63 سنة، فاستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق 63. وفي ربيع قد قضى يقينا سنة 11، وقبضا عام 13 التالي الرضا، ولثلاث بعد 20 عمر، وخمسة مع 30 غدر عاد بعثمان، وبعد بعلي في 40 ذو الشقاء الأزلي، وطلحة مع الزبير جمعا في 36. قال وقيل من بعد 13 من مولد النبي
سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وبعد 50 من سن المصباح جاءت به لساكن البطاح، فحملته أمه تزدار به بني النجار. يعني أن حليمة ردت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد أن مرت 5 سنين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد 50 من سنين جمع سنة، وهي جارية مجرى جمع المذكر السالم، فحذفت نونها للإضافة، الأصل سنين، وحذفت نونها للإضافة لما تقرر في علم النحو من أن نون جمع المذكر السالم وما ألحق به تحذف لأجل الإضافة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا. وبعد 50 من سن المصباح، أي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نور للبشرية، جاءت به لساكن البطاح، أي جاءت به لساكن بطاح مكة حليمة، فحملته أمه، ذهبت به أمه ليزور أخواله في المدينة المنورة، وهي يومئذ يقال لها يثرب، مدينة الأوس والخزرج ابن حارثة بن ثعلبة، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف هي سلمى بنت عمرو النجارية، فبنو النجار من الخزرج أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت أمه به تريده أن يزور أخواله في المدينة. قال: فحملته أمه، تقدم أنها آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، تزدار أي تزور، تاء الافتعال بعد الزاي تبدل دالا، تزدار. فحملته أمه تزدار به بني النجار، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم جده هي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد النجارية. قال: والأخيار أخوال جده عبد المطلب. خلاصة مضر، أي سيد مضر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بدر البطاح سيد بطاح مكة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، شيبة الحمد يقال له شيبة الحمد، هذا لقب لعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الأغر أي المشهور. ونزل القضاء بالأبواء بها كما قد جاء في الأنباء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب إلى أخواله في المدينة، فزارهم وخرجت به قافلة إلى مكة، توفيت في عودتها عند موضع يقال له الأبواء. ونزل القضاء، أي قضاء الله، أي توفيت آمنة وهي راجعة بالنبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بموضع يقال له الأبواء، وهو يسمى الآن الخريبة. ونزل القضاء بالأبواء بها كما قد جاء في الأنباء. والنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ هو ابن 7 سنين، وهو ابن 7 من سنيه تعرف، أي هو يومئذ ابن 7 سنين، وقيل في عمره غير ذلك، وليس يعرف، أي ليس هو المشهور. ورجعت به إلى باد السناء جد النبي البدر أم أيمن، يعني أنه لما توفيت أمه رجعت به إلى مكة أم أيمن،
وهي جارية لأبيه عبد المطلب، لأبيه عبد الله بن عبد المطلب، ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه عبد الله بن عبد المطلب، ويقال لها أم أيمن، اشتهرت بكنيتها، وهي بركة بنت ثعلبة، اسمها بركة بنت ثعلبة، وقد أسلمت وحسن إسلامها واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها مولاه زيد بن حارثة، فولدت له ابنه أسامة الحب بن الحب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأمه، ورجعت به إلى بادي السنا جد النبي البدري أم أيمن، يعني أن أم أيمن وهي بركة رجعت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد وفاة أمه صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى مكة أصبح في كفالة جده عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. فكفله جده ثم توفي عنه وهو ابن 8 سنين، توفي وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين. قال: ومات عنه ابن 8، أي حال كون النبي صلى الله عليه وسلم ابن 8، وغدا في حجر عمه، أي صار النبي صلى الله عليه وسلم في حجر أي كفالة عمه يعني أبا طالب، واسمه عبد مناف، وهو شقيق عبد الله بن عبد المطلب، شقيق والد النبي صلى الله عليه وسلم. أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وكان سيد قريش بعد أبيه عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، مع أنه كان فقيرا، يقولون إنه لم يسد في العرب فقير إلا أبو طالب، ولا حليف إلا الأخنس بن شريق الثقفي، ولا أحمق إلا عيينة بن حصن الفزاري. إذن فأبو طالب على فقره كان سيد قريش بعد أبيه عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبي طالب. المحامي أي المدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ذي النداء أي الكرم، مدحه بالخصال التي يمكن أن يمدح بها كافر، فهو لم يوفق إلى الإسلام والعياذ بالله، ولكن ما قال فيه حق، كان محاميا مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معروف، وكان كريما جوادا وهذا معروف أيضا، ولذلك حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما هو معلوم، ولكنه لم يوفق إلى الإسلام والعياذ بالله، إنك لا تهدي من أحببت. ثم إلى الشام مع العم غدا مرتحلا فرده خوف العداء، يعني ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام مع العم أي مع عمه أبي طالب. كانت قريش تخرج في تجارتها إلى الشام، وخرج أبو طالب في جماعة من قريش، وذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك آيات في ذلك السفر آيات عجيبة، كما أخرجه الترمذي في جامعه بسند صحيح، من تضليل الغمام للنبي صلى الله عليه وسلم وميل الشجرة بظلها عليه، إذا جلسوا تحت شجرة مالت بظلها على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا السفر رآه راهب يقال له بحيراء، فسأل عنه أبا طالب، قال: من هذا؟ قال: ابني. قال:
لا يحل لهذا أن يكون أبوه حيا. الصفات التي عندنا أن هذا لابد أن يكون يتيما، لابد أن يكون يتيما، لا يمكن أن يكون أبوه حيا. قال صدقت، هو ابن أخي. فأخبره أنه سيكون له شأن، وأن عليه أن يرجع به خوفا عليه من اليهود، لأنهم إذا رأوه سيعرفونه بالمواصفات التي عندهم، وهم أهل حسد، فربما أصابوه بسوء. فأمره أن يرده إلى مكة، فرده حينئذ أبو طالب إلى مكة. قال فرده خوف العداء من اليهود، راهب به احتفل، والعمر في 13 دخل، أي وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 13 سنة، أو دخل في 13. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد ذلك أيضا إلى الشام في تجارة خديجة مع غلام لها يقال له ميسرة، وقد رأى ميسرة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما أبهره، فكانت الغمامة تظله تسير معه إذا سار، فإذا وقف توقفت فوقه صلى الله عليه وسلم، وكانت الشجرة تميل عليه بظلها، إلى غير ذلك من المعجزات التي وقعت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حدث ميسرة عن ذلك خديجة، فكان ذلك مما دعاها إلى الإعجاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع ما رجع به النبي صلى الله عليه وسلم من الربح العظيم. فخديجة كانت تضارب رجال قريش على أموالها يتجرون فيها، فرجع لها النبي صلى الله عليه وسلم بأرباح عظيمة، وحدثها مولاها بما رأى من الآيات العظيمة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبها ذلك ودعته إلى الزواج منها. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله.